22 لاعب وتسع تغييرات، مين هو افضل لاعب فيهم؟ مين مان اوف ذا ماتش؟ نعرف مع الكباتن كابتن عمر. هما الحقيقه اميز اتنين النهارده فرقه بيراميدز الحقيقه كانوا اسلام عيسى ووليد الكارتي. حلو. انا هميل الحقيقه لوليد الكارتي لان وليد بيلعب حته سته او ثمانيه بمفهومها الحديث. دايما بنشوفه بيكمل في مساحه وتكمله واعيه جدا وبيقدر يسجل بدماغه بيسجل برجله وصعب جدا التمريره بتاعته تطلع غلط. صح. فانا هميل لوليد الكارتي. حلو. كابتن عبد الظاهر. بوافق الكابتن عمر طبعا لان فعلا وليد من اللعيبه الكبار جدا، شفناه حتى في الماتشات اللي قبل كده، ماتشات الاهلي، ماتش النهارده، ولما رجع مكانه بقى بيعمل حاجه كويسه جدا، بيعمل الزياده العاديه وكمان بيحل ورا وبيحل قدام، يعني ما بينزل تحت يحضر وبعدين يساند الهجوم، يكمل قدام. دوره كبير، دوره عنده مهام كبيره جدا ومهام صح. كتيره قوي بيأديها بشكل كبير جدا. اسلام لعيب كويس مجتهد، لسه بياخد التيشيرت او لسه بيلعب اساسي بشكل كبير، لكن الاثنين هايلين جدا والاثنين كواليتي عالي جدا، لكن الكارتي لعيب كبير. اوكي كابتن تامر. انا مع كابتن محمد وكابتن عبد الظاهر ان هما الاثنين كانوا هايلين، بس ده كان من الاول. انا شايف اسلام عيسى من افضل مبارياته من اول الدوري، ادى دور، وبعدين ادى دور عبد الله السعيد في الضغط الامامي على طول، لما كان عبد الله السعيد هو اللي بيبقى مع راس حربه الثاني سواء فخر الدين يوسف ولا قاي، هو اللي على طول كان اول واحد بيضغط على الباكات وراس حربه هو اللي بيرجع في نص الملعب. النهارده ادى نفس الدور كويس، بس رايي عبد الله مالوش زي لا انت مش فاهم قصدي، لا انت ما فهمتش قصدي، انا مش قصدي اسلام زي عبد الله، انا بقول ادى الدور اللي باتشيكو بيقول له ان هو يبقى هو كان نص الملعب اللي على طول هو اول واحد بيضغط على الباكات. فانت هتختار في الاخر اسلام. انا هختار اسلام النهارده. اسلام عيسى مش من وليد كارتي لعيب هايل، بس انا النهارده انا مش شايف اسلام عيسى. طيب يعني اللجنه اختارت اسلام عيسى وكابتن تامر صقر انضم للجنه واختار اسلام عيسى، لكن كابتن عمر وكابتن عبد الظاهر اختاروا وليد الكارتي، وانا بتفق معاهم. هم وليد الكارتي الحقيقه لاعب ماتش كبير جدا جدا جدا، وهو من اللعيبه المهمه، من اللعيبه اللي يعتبر دايما مميز، من اللعيبه الاجانب اللي دايما مميزين، يستحق مكانه ويستحق الدولارات من الاخر بالبلدي كده يعني. فخلينا نقول انه بيراميدز ادوا لقاء حلو وكان فيه اكتر من لعيب مميز، انما يعني الاختيارات ما بين الكارتي واسلام عيسى.